حبيبتي هي جايه من اسكندريه وضربه مشوار 60 ساعه علشان تورينا الاختراع اللي احنا هنشوفه، لانها دايما لما بتيجي معانا في البرنامج دايما بتورينا اختراعات. الاول نقول لها انت نورتي الدنيا كلها، مياده هشام نورتي الدنيا كلها. ميمي منوره بيكي والله. بصي بقى، انا عارفه ان انت هتورينا النهارده تكنيك او طريقه، خلاص هي قسمه وشها نصين يا بنات، لو الكاميرا جابت كده اسمنها جاهزه خلاص. ده مش هندي ولا اي حاجه، ده بقى في دلوقتي مياده هتورينا طريقه نكبر وطريقه نصغر، اللي عينيها واسعه قوي نضيقها ازاي واللي عينيها صغيره قوي، وانتوا كمان لازم تشوفوا هي هتعمل ايه، لانه ممكن تكوني حضرتك بتعملي حاجه في عينك تضيق عينك غصب عنك، وبعدين تبصي في المرايه ما تبقيش فاهمه بيحصل ايه، صح كده؟ مظبوط. اتفضلي فندم، اتفضلي فندم. اول هي كل حاجه بنعملها ليها افكت، يا اما تكبر او تصغر. حلو. هنبدا مثلا بالحواجب، لما اجي ارفع الحواجب لفوق انا مثلا النص ده هنكبره والناحيه الثانيه ده اللي هنصغر فيها. بنفس البرودكت او بنفس المنتج ونفس الحاجه اللي هستخدمها في الناحيتين. لو جيت سرحت شعر الحواجب لفوق الحركة دي بتديني وسع زيادة هنا في الجفن، فبتساعد ان شكل العين يبان اكبر او ان المساحة اللي عندي في العين تبان اكبر. لكن لو انا جيت سرحت الحواجب على نفس الاتجاه بتاعها او جيت سرحت الشعر على جنب، ده كده هيقلل او بياكل من الجفن بتاعي، فبيصغر المساحة اللي عندي فوق العين. فدي اول حاجة هتساعدنا لما نيجي نكبر او نصغر في عينينا. اعتقد احنا مجرد ما سرحنا الحواجب الجفن اتفتح معانا على طول. بعد كده الاي شادو، انا لما اجي استخدم الاي شادو لو انا عايزه اكبر العين بحاول اني احط الاي شادو فوق الكسره شويه، دي بحطه فوق الكسره شويه وبطلع بيه فوق هنا تحت العظمه على الحته اللي بنسميها الجفن الثابت، الجفن الثابت بتاع العين. فانا كده بدي برضو نفسي مساحه زياده فوق تكبر لي العين وازود المساحه اللي عندي في الجفن. نعمل بلند هنا كده ندمجه كويس. هو نفس الاي شادو بنفس اللون وبنفس الفرشه، هاخد نفس اللون بنفس الفرشه الناحيه الثانيه، بس لو عايزه اصغر بقوم حطاه بالظبط على الجفن المتحرك، بحط جوه الجفن هنا وما بطلعش بالحدود بتاعته لفوق. ده كده بيخلي لي او بيبين لي ان انا نهايه العين عندي بتقفل على الجفن المتحرك بس. اعتقد كده شويه بدا يبان. انا مستخدمه نفس اللون بنفس الفرشه هحطه هنا. وفي بقى طبعا كونسبت زي لما يبقى مثلا حد عنده مشكله في جسمه ويقول لك طب البسي غوامق، او لو حد عايز تبان املى طب البسي فواتح. فنفس الكونسبت، انا لو عايزه اكبر حاجه او عايزه اوسع حاجه بجو او بروح دايما مع الالوان الفواتح. حلو. لو انا عايزه اقلل او اصغر بخليني دايما في الغوامق. الكحل مثلا، لو انا استخدمت الكحل الاسود، الكحل الاسود بصي فوق، لما باجي بحطه على الجفن من تحت كله جوه ده بيدي شويه قفله او بيقفل لي شويه العين لو هي معايا كبيره. لكن لو انا بنفس الكحل الاسود عايزه اوسع العين ممكن استخدمه على الطرف اللي بره بس كده، وممكن انزله تحت العين بشويه، ده هيفتح معايا العين. يا نهار ابيض، ده فرق فظيع. هي نفس البني ادمه بنفس المنتجات، مجرد بس الطريقه اللي بستخدمها بيها. في افكار تانية كمان كتير، ممكن بدل الكحل الاسود انا ممكن احط كحل ابيض او كحل بيج، كمان ده بيزود معايا المساحه اللي موجوده جوه العين لما بيتحط بيزود معايا الجفن. وفي برضو علشان احنا عندنا البنات اللي عينها صغيرة بيبقى اكتر من البنات اللي عينها كبيرة، طب انا عايزة احط كحل اسود هيتحرموا من الكحل الاسود؟ لا، ممكن نحط كحل اسود بس ما نسيبهوش كده، ممكن اجيب فرشة رفيعة خالص فيها اي شادو خفيف وابدأ انزل شوية الاي شادو ده لتحت بحيث ابين ان انا عندي زيادة تحت لسه الجفن مخلصش، فكأني بديها مساحة جفن زيادة تحت شوية العين. ده عشان نعمل ايه؟
ده عشان لو انا عينيا صغيره وعايزه احط كحل اسود من غير ما ابينها انها ضاقت او من غير ما ابين ان عينيا صغرت. في بنات بتحب الكحل الاسود بس هي عينها صغيره، فمش هنحرمهم منه يحطوه، بس يا اما يحطوه في الكورنر في الجزء اللي بره بس، او بعد ما يحطوه في العين كلها يجيبوا اي شادو ويوزعوه بخفيف كده لتحت الايه العين. حلو. فده كاني بعمل جفن زياده صغير تحت العين. الايلاينر بقى، وده من اكتر الحاجات اللي بشوف بنات بتغلط فيها، او من اكتر الحاجات التريكي شويه. لو انا ما عنديش مساحه كفايه فوق الجفن او عينيا صغيره، بلاش نتخن الايلاينر، لان كل ما اتخن الايلاينر بياخد من الجفن اللي موجود، فبيبين ان الميك اب كتير او يبين ان العين اتقفلت. حلو. فانا العين الصغيره عندي دايما لو عايزه تحط ايلاينر باجي من الاخر بس. لا انت عكستي، احنا هنا اللي بنحط هنا بكبرها، بنكبر فهنا هحط ايلاينر براحتي عادي. حلو. لكن دي صغيره يعني انا عايزه اكبرها، انت او انا عايزه اكبرها. فانا لو جيت هنا حطيت الايلاينر على الجفن كله وتخنته، انا كده بصغر العين زياده. انه بياكل، افتحي كده، بياكل من الجفن. انت صح يا رضوى، انا اتلخبطت في الاول. معلش. لكن انا لو عايزه اكبر انا باجي من الطرف بس وبحط خط رفيع للايلاينر علشان ما اخدش من المساحه اللي موجوده عندي في الجفن واسيبها زي ما هي. اوريكي بقى اكتر حاجه كمان بتفرق يعني بعد كل ده، هي الرموش. الرموش بالنسبه لي هي اللي بتنقل العين من حته لحته. وفي ناس بتفتكر ان الرموش كل ما اكتر رموش او لو حطيت رموش كبيره يكبروا عينيهم. مظبوط. بس الرموش ساعات لو انا الجفن اللي فوق عندي مش كبير، فالرموش هتبقى مداريه كل ده فهتصغر العين. يلا. الرموش الكبيره بتكبر لو انا عندي جفن كفايه. انا ببص دلوقتي على مقاسها، افتحي كده، ودي كده رموش مش كبيره قوي علشان انا عايزه احافظ على المساحه اللي عندي فوق العين. ويفضل كمان في ساعات لو في ناس عايزه تكبر عينيها اكتر، في الرموش اللي هي بتبقى النص بس او الطرف بس في الرمش، ده بيبقى من الحاجات الحلوه. بحبها. ده بيبقى من الحاجات بتسحب نص رمش بس، تسحب العين وتكبرها من بره بس. نحط اللزق هنا ينشف، وهختار شكل تاني من الرموش، شكل يكون اكبر شوية علشان اوريكو الناحية التانية ازاي شكل الرموش هيفرق في العين. طبعا لما نيجي نحط الرموش لازم نقص الاطراف بتاعتها، علشان بشوف بنات كتير بتقع في الغلطة دي، بيلزقوا الرموش بالطرف البلاستيك اللي بيبقى فيها من بره، اللي بيبقى ماسك، فبيوجع من ورا وقدام جدا ويخلي العين ويخلي العين تدمع، وبيخلي ساعات اللزق يفك منها ما بتثبتش. انا بحب استخدم او افضل انصح البنات ان هي تستخدم رموش يكون شعرها طبيعي ويكونوا شعرها مفرغ عن بعض، علشان ما يبقاش في طبقه تقيله فوق عينيها. طب هي تعرف مين ده، طبيعي ولا صناعي؟ بيبقى باين، وهوريكي دلوقتي حركه سهله قوي لذيذه يعملوها يقدروا يعرفوا بيها نوع الرموش ده كويس ولا لا. الشعرايه لما تبقى، احنا بطبيعتنا ربنا خلقنا رموشنا واخده كيرل كده ملفوفه. ملفوفه طبيعي. فالشعر الطبيعي بتلاقيه واخد الكيرف معاكي، ولما باجي بمسكها رايحه جايه كده مرنه معايا. لكن في رموش بتبقى واقفه، تحسي ان هي بلاستيك، بتبقى واقفه ما بتاخدش وبتدي معايا وانا مستخدماها، والشعر بيبقى واقف شبه الشوك ستريت كده. ستريت، مش واخد كيرف، مش واخد دوريه كده بتاعت الرموش. بالظبط. فهمت. الرموش اللي بتبقى واخده يعني المرونه والكيرف اللي هي، انا هنا حاطه نفس النوع بس ده شكل وده شكل. هنا رموش كترت الشكل، وهنا الرموش خفيفه شويه. الماسكارا من تحت برضو من الحاجات اللي بتفرق جدا، ان انا لما باجي بحط ماسكارا من تحت بتفتح لي العين زياده. بصي فوق سامعيني، لما باجي بحط ماسكارا من تحت بتساعد لي تفتح لي العين زياده. لكن ساعات بلاقي ناس بينسوا يحطوا ماسكارا من تحت، فبيبان ان تحت العين في حاجة ناقصة.
فبتبان ان العين صغيره او نعسانه. ما تحطيش بقى في الثانيه. مش هحط. انا عايزه ادخل رموشها في اللي احنا ركبناه. برافو يا مية. ده باين الفرق؟ لا ده مش باين فرق عادي. خليكي ايوه بس كده في المرايه. برافو كده. كل واحده فينا تتجنب الناحيه اليمين لو هي عايزه توسع عينيها. المياده هي ورت لنا الناحيه الشمال ايه الخطوات الصح اللي تتعمل. قبل بقى ما نختم مع مياده احنا معانا شويه صور. ممكن ثانك يو ثانك يو. كله عم يقولي حالا. طب حالا ارغي معاها قبل ما انتوا تحضروا ولا احنا ممكن نقعد نلغي على فكره؟ دي هي الصور عامه الحاجات اللي في برضو في صوره من الصور حاجه البنات بتنسى تعملها وهوريها لكم في الصوره بتبقى باينه قوي. لما باجي بحط رموش الخط بتاع الرموش اللي فوق نملاه بالكحل الاول لان ساعات ما بيحطوش كحل عليه فلما بركب الرموش بيبان ان في فراغ فاضي في العين. طيب يلا اهو دي اشكال مختلفه للعيون بيورينا الفرق او الفرق الرئيسي في الجفن فوق العيون. الهودد ايز او اللي بنسميها العين المبطنه دي لما بيبقى عندي جفن بس لما باجي بفتح عيني الجفن مش باين بيبقى الجفن متداري. فاحنا لما انا يكون عندي جفن مبطن كده دايما ما العبش كتير فوق العين يعني بلاش اي لاينر بلاش الوان بتلمع كتير خلينا حاجه لون واحد ويفضل يكون حاجه بيزك الوان ترابيه او لون ساده. وبرده من الحاجات اللي بلاش نلعب فيها كتير اخر نوع على اليمين تحت اللي هو العين الجحظه. الناس اللي بتبقى عينيها كبيره وجحظه او فيها شويه جحوظ برده يفضل اني ما العبش فيها كتير لان اي برودكت او اي منتج هستخدمه هيبرز لي العين زياده. يعني هو ده الميك اب الصح للعيون لاشكال العيون المختلفه. يعني في طبعا العين اللي هي اللي بنسميها المنغولي شويه اللي ما بيبقاش عندهم جفن ده قليل ان احنا نلاقيه في مصر. ده برده من الناس اللي لما بنيجي نعملها بنفتح لها بالرموش نحط رموش تفتح لها وتديها ايحاء ان في جفن فوق. احنا اكتر حاجات هتلاقيها عندنا اللي هي المبطنه اللي هو الصف اللي على اليمين دي اكتر اشكال موجوده عيون عندنا في البنات. اول واحده العين المدوره او العين اللوزيه دي اي حاجه تليق عليها اي نوع نحطه اي الوان هتليق عليها. تاني نوع اللي هو الهودد او المبطن نخلينا زي ما قلنا في السيف سايد في الالوان ترابيه وما تكونش فيها حاجه بتلمع قوي. ويحطوا حاجه تحت العين؟ ما فضلش. لا لان هي هتقفلها زياده. طيب النوع الثالث دي العين اللي بيبقى فيه عندي شويه كسره العين لتحت دي افضل ان احنا نبعد عن الايلاينر لان هي العين بتبقى مكسوره لتحت لو جيت رسمت ايلاينر مش هيبقى ماشي مع كسره العين ومش منطقي ان ارسم ايلاينر لتحت. واخر نوع اللي هو النوع الجاحظ او العين الكبيره الجاحظه دي افضل ان احنا ما نلعبش فيها بمكياج كتير بالذات بكحل والوان غوامق. احسن حاجه ان احنا نحط لون فاتح او حاجه هاديه مع رموش الرموش هي بتظبطها. ده بقى بصي ده نفس العين بس بيوريكي ازاي اخلي دي العين اللي هي الراوند او المدوره بنفس المنتجات. انا الفكره اللي عملتها الايلاينر لما حطيته على الجفن كله صغر لي مساحه الجفن اللي موجوده فوق لكن لما حطيناه على الطرف اللي بره بس وسحبناه ادى ان العين مسحوبه اكتر. تحفه. البوز الايلاينر برضو لما جينا نمد بوز من قدام شويه اداني طول او اداني سحبه كبر لي حجم العين لكن لما ما حطيتهوش انا العين بتفضل مقاسها. هنا دي اللي كنت لسه بقول لك عليها الخط الاسود او الايلاينر الكحل الاسود على خط الرموش من فوق لما بيتملى كله بالاسود العين بتبان ان هي مرسومه اكتر وده بيدي وسع حلو للعين. دي العين اللي كنت لسه بتكلم عليها العين المبطنه لما تخلنا الناحيه الشمال الايلاينر اكل تقريبا الجفن بتاعها كله وبين ان العين مكسوره لكن لما حطينا الخط رفيع قوي بس من بره فبين لي مساحه الجفن بين لي الرسمه بتاعتها كويس.
وده هنا نفس الفكرة. الكحل لما باجي بحطه بس من بره وسايبه، شايفة الصورة اللي على اليمين، سايبه حتة فاضية من غير كحل ونزلت بالكحل سنة تحت الجفن، فده بيديني ان العين اكبر شوية من حجمها الطبيعي. ونفس فكرة الكحل اللي فوق، لان دي غلطة بتبقى شائعة. برافو عليكي يا ميمي، وانت نورتي الدنيا، وانا عاجبني قوي اللي انت عملتيه. انا في حاجات، في اخطاء كنت بعملها. انت جميله، كل حاجه والله بتقي عليكي والله، ربنا هبطل اعملها يعني. يعني فهمتك والله، فهمتك. ميرسي يا ميمي، انت نورتينا. ميرسي ان انت نورتينا. برافو 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 برافو. انا هتعلم من اخطائي انا كمان، وهعمل الحاجات اللي انت علمتيها لنا النهارده. دايما بتفاجئينا ودايما بتعملي حاجات خطيره خطيره خطيره. مشاهدتي عزيزتي وبنتي يا حبيبات، مهم قوي اللي هي عملته ده، عشان كل ما كده ايه، لا عينها دبالي، كل ما عينك ايه تبقى واسعه كده وتبقى باينه كده، وتقعدي تعميش في شويه التفاصيل دي، كل ما تبقي ديلو. مشاهداتي اعزائي وبناتي على حبيبات، فاصل قصير جدا ونرجع لكم من هنا وبس.